ازيكم احلى ناس في العالم مشاهدي قناة المحور، انا عمرو حلمي وده هو وهن مع الجميلات اصحابي هن رند ونرمين. ازيكم؟ راضي عننا النهارده؟ الحمد لله. راضي؟ شفتي؟ عشان الوان. بص طالما انت راضي. ميرسي. هو انتوا جميلتوني، قلت لك شكلك حلو، الوانك حلوه، انت على طول زي القمر، ريحتك حلوه يا حياتي. والله انت القمر. ما حصلش. لا هي قالت لي ريحتك حلوه. انا ما قلتش. بس انت دايما انت حلو. اصلا بتحبي البرفيوم بتاعتي؟ ما شو حكيت؟ لسه ما لسه بقى على قولة ترمي. لسه كنت بحكي انا دايما ريحتك حلوه ودايما بحكي لك قد ايه انت مرتب ومتكتك. يعني مش معقول على كل حال، يعني خلينا نطلع من النرجسيه اللي احنا فيها. ده مساء اكيد على مشاهدينا، مساء الهلو عليكم فردا فردا. اهلا 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 بيكم، والله بتوحشونا بجد على طول. وقعده كل يوم بيوحشونا. كل يوم بيوحشونا والله، بيوحشونا. ما بنلحقش نسيبكم الساعه 6 ونجي لكم ثاني يوم الساعه 4. بجد والله بتوحشونا جدا، ويا رب تكون فقراتنا بتعجب حضراتكم. واي حد عنده اقتراح، عنده اي حاجه عايزين نتكلم فيها، ابعتوا لنا على صفحه القناه او على صفحتنا الشخصيه عمرو نرمين رند، على اي بقى على السوشيال ميديا. عندنا النهارده حاجات كتير، عندنا حاجات كتير جدا النهارده. انا كتير متحمسه على حلقه اليوم. اليوم في جروب على الفيسبوك اسمه ايش يا عمرو ونرمين؟ توكسيك ليديز. انتوا الادمنز؟ لا لا للاسف لا، بس احنا ممكن نعمل فيري 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 توكسيك ليديز هيك جروب ثاني من ورا عمرو حلمي. انا عملت لنا امراض نفسيه، هنعمل له بلوك. لا لا هنعمل الجروب ده ونروح عاملين لك بلوك. أوكي. عشان ما تشوفش اي حاجه. والله كل واحد بصوا، يعني كل اناء ينضح بما فيه. ميرسي قوي. والله طبعا جد عن جد. هلا نحط المزح على جنب. هلا بالعادة يعني كلمة توكسيك بنربطها دائما بالذكر أو بعمر أو قصدي برجال بشكل عام يعني. بس عن جد هالمرة في صبية أوكي اسمها ميرنا عملت جروب على الفيسبوك اسمه توكسيك ليديز. أنا كرند كأنثى انقهرت، لأنه مفروض إحنا الستات بندعم بعض طبعا. بس هي طلعت أنه لا، عم بتطلعنا بصورة بشعة أنه إحنا الشخص التوكسيك قدامنا. حصل. أوكي أندحق. لازم إحنا نصير أتكسك منه زي ما بيقول أصلا. أتخيل يعني هو مريض أنا هبقى بقى أمرض مني. أيوة بالضبط. شو رأيكم بيها؟ لا انا بالنسبه لي يعني انا ما هي بنوت على فكره صغيره جدا، هتبقى ان شاء الله معانا في الفقره انا ورند. الحمد لله ان هو مش موجود. هو مش موجود معانا. عندي فقرات احلى. لا احنا قصدي عشان موضوع التوكسيك. لانه انا والله ما قادر، انا جتتي مش خالصه، انا تعبت من التكسسه. لا بجد هي انا برضو يعني ده اللي هنتناقش معاها برضو في الحلقه، ان هي بنوت عندها 22 سنه، هي صغيره جدا على ال- 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 التفكير ده. واعتقد ان هي من خلال الجروب ده بتعلم البنات ان هم ازاي يبقوا توكسيك. دي 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 ده خطر كبير جدا على طبعا. دي مصيبه ان انت لسه صغيره في السن، ويعني اكيد مرت بتجربه بقى حياتيه. بصي انا عايز اقول على حاجه، هي ممكن تكون انا ما اعرفش هي البنت بتعمل ايه بالظبط ولا ايه الجروب، بس هي ممكن تكون من كتر ما قرت على الجروب مشاكل وحاجات فاكتسبت خبره، مش لازم تكون هي مرت بيها. بس خليني برضو اتكلم عن موضوع الناس السامين او الناس الخطر زي ما انا بسميهم. انا مش بسميهم ناس سامينه، بسميهم ناس خطر. واحنا في قضيه كبيره دلوقتي اللي هي قضيه الفنانه شيرين عبد الوهاب، فيها موضوع التوكسيسيتي وموضوع الكلام ده كله. الناس طبعا لحد دلوقتي لسه بيلوموا شيرين رغم ان هم متفقين او موافقين، بس انا صراحه بدعمها، لانه اللي بيخرج من علاقه توكسيك او بيبقى لسه في علاقه منغمس في علاقه توكسيك او علاقه مسممه بيبقى حقيقي مخه مش معاه، هو بيبقى في حد تاني مسيطر عليه تماما. وقصدك الناس بتلوم عليها ان هي رجعت للفنان حسام حبيب تاني. بالظبط بالظبط. احنا بصي مش عارفين ملابسات الموضوع، بس انا عايز اقول في العموم ان الناس اللي بتكون في علاقه مسممه بتكون مغيبه تماما عن الوعي، لان الشخص التاني بيكون مسيطر عليها 100%. ممكن يخليها تاذي نفسها، ممكن يخليها تاذي كاريرها، ممكن كمان يا عمرو بص الحب والتعلق بيستنزفها ماديا وعاطفيا وكل حاجه. فارجوكم ما تلوموش على حد الا ما تعرفوا كل الموضوع. لو هي شيرت ده على الهوا بس انتوا ما تعرفوش الكواليس. بس ممكن اقول فيها حاجه إيه؟ في حاجه يمكن كنت انا ورند بنتكلم فيها قبل ما ندخل فقرة، انه الشخص اللي بيبقى جوه الدايره ده عموما اكيد كل اللي بيتفرجوا علينا مش شايف. انت جوه الدايره انت مش شايف، لكن انا عشان يعني انا ممكن عمري يبقى مثلا في حاجه في موضوع هو مش شايف ان هو بيعمل حاجه غلط. صح. انا عشان بره الدايره دي يا عمرو انت بتعمل حاجه غلط. لا انا مش بعمل حاجه وعلى غلط. فكره انا مش هعرف الا لما تلدع جامد واتدمر وبعد كده اخرج، بس مهما يقولوا لي مش محدش هيسمع. فيكم شيء اظن كمان الخبره بتلعب دور. يعني ولا يلدغ مؤمنين من جحر مره
مرتين. يعني لما يكون البني آدم دخل بعلاقة خلينا نحكي وفشلت لكثير أسباب، منها أنه مثلا جد ممكن يكون هو عنده أنا بسميه مرض، أنا بسمي التوكسيسيتي مرض طبعاً. ليه؟ لأنه الشخص بيكون مفكر حاله أنه هو ما في زيه، بيكون شايف حاله نمبر 1 وبيعمل اشياء عشان يخلي الشخص اللي قدامه يبذل مجهود اكثر. هذا كلياته بيتعب الطرف الثاني نفسيا، وهذا لما الشخص يتعب نفسيا ممكن يعمل شو ما كان بس عشان يرضيه لانه بحس النقص فيه. فانا يعني برايي انا البني ادم اوكي، انا سمعت قصه مثلا عمرو، وعمر كان مارق بشيء مشابه، بيكون مع كل الاحترام غباء مني اذا انا انحطيت بهذا الموقف ورضيت اني امشي من اول ريد فلاج تطلع الوحده لازم تخلع.